يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ما يسمى اليوم بمزاين الإبل، وأنها تباع بمبالغ طائلة، هل يدخل هذا في التفكر والنظر؟ أما النظر في الإبل وتأملها شيء طيب للاعتبار، ما هو للمباهات، وإنما هو للاعتبار. وأما أخذ المسابقات عليها فهذا لا يجوز، هذا من القمار، لا يجوز هذا. نعم.